بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لازلنا في سوره البقره والصور البلاغيه التي اوردها القران الكريم في اياته المباركه في قوله تعالى ها انتم اولائي تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور. القرآن الكريم تحدث عن علاقات بعض المؤمنين مع الكفار وطبيعه احاسيس الكفار وما يؤمنون به تجاه هؤلاء المؤمنين. المؤمنون بلا شك انهم يؤمنون بكل الرسالات ويعتقدون بان اصل الرسالات بغض النظر عن واقعها الحالي اصلها قد نزلت من السماء وان اصحابها انبياء والمسلمون المؤمنون يقدسون هؤلاء الانبياء ويحترمونهم كما يقدسون ويحترمون نبي الاسلام صلوات الله وسلامه عليه وعلى الأنبياء جميعا أما الكفار فيؤمنون بأنبيائهم السابقين يعني المقصود بهم الكفار طبعا أهل الكتاب الآن والمقصود في هذه الآية القرآنية أهل الكتاب من الأديان السابقة على الإسلام هؤلاء أهل الكتاب يؤمنون فقط بكتابهم وإن كانوا يظهرون لكم أيها المؤمنون أنهم يؤمنون أيضا بنبيكم، ولكن هذا إيمانهم إيمانهم ليس حقيقي. هذا الإيمان إيمان فقط باللسان، فقط لكم. ها أنتم أولئك تحبونهم لديكم علاقات محبة وطيبة معهم ولا يحبونكم، أما هم لا يعتقدون بكم ولا يضمرون لكم المحبة والود. وتؤمنون بالكتاب كله، انتم تؤمنون بكل الكتب السماويه كتابكم وكتبهم الحقيقيه طبعا ليست المحرفه. واذا لقوكم قالوا امنا. امنا ليس ايمانا حقيقيا، كيف عرفنا انه ليس ايمان حقيقي؟ واذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ. هنا هذه الصوره التي اعطاها القران الكريم ان الكفار عفوا اهل الكتاب فيما يريدون ان يعبروا به عن غيظهم منكم او عدم محبتهم لكم او مستوى الاذيه التي هم عليها تجاهكم يعبرون عن ذلك القران الكريم يعبر عن ذلك انهم عضوا عليكم الانامل قد تصدر هكذا حركه منهم ولكن هل دائما هم يعضون الانامل؟ بالتاكيد لا لكن كان متعارف في ذلك الوقت ان هناك تعبير عن الغيظ بعض الانامل ان الانسان يعض اصابعه مره ندما مره غيظا يعني محل عض الاصابع للتعبير عن حالات الغيظ عن حالات الندم او ما شاكل ذلك فالقران استعار هذه الحاله ورمز لها بشده العداء ان هؤلاء يعادونكم اولا وثانيا ان هذا العداء شديد جدا الى الدرجه التي يعضون فيها على اناملهم غيظا منكم وحقدا عليكم وعداوه لكم القران الكريم اخذ هذه الصوره المتعارفه في ذلك الوقت الصوره عند الناس وشبه بها ما يضمرون ما يضمره اهل الكتاب تجاه المؤمنين فيقول ايها المؤمنون اتعلمون شده عداء اهل الكتاب لكم انها بهذا المستوى انها وصلت الى مستوى انهم يعضون الانامل والقران اختصر حركه هؤلاء اهل الكتاب ومستوى فعلهم اختصره بهذه الصوره الصوره الرمزيه او عند البعض بعض يسميها رمز وبعض يسميها كنايه ليس مهما ايا منهما ولكنها صوره للتعبير عن شده الحقد صوره للتعبير عن شده العداء يختصر القران الكريم لنا هذه الحاله من خلال التعبير بهذا اللفظ المختصر عضوا عليكم الانامل من الغيظ القران الكريم يقول لن تؤثر هذه العمليه في المؤمنين قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور يقول عض الانامل يعني المقارنه بين الحقد والعداوه والبغضاء والغيظ وبين عض الانامل في الواقع لا يوجد بينهما علاقه يعني ترابط. لماذا لا يوجد ترابط؟ لان العداوه والبغضاء والحقد من من قسم الحاله النفسيه من صنف الحاله النفسيه وعض الانامل من صفه الحالات الخارجيه. وفرق ما بين ما هو نفسي وما هو خارجي. لكن القرآن ربط بينهما وجعل احدهما معبر عن الاخر في صوره بلاغيه رائعه اعطاها لنا الله سبحانه وتعالى لتوضيح المطلب ولايصال الفكره بهذه السهوله والحمد لله رب العالمين